انطلقت في منطقة البحر الميت فعاليات حملة نظف العالم، والتي تنظمها الجمعية الملكية لحماية البيئة البحرية من خلال تنظيف مساحات شاسعة من الشواطئ التابعة لها والمناطق المحيطة بها بمشاركة موظفي الفنادق. الجمعية الملكية لحماية البيئة أوضحت أن الحملة اشتملت على العديد من الفعاليات بهدف تنظيف الشواطئ العامة، إضافة إلى رفع الوعي تجاه نظافة البيئة البحرية لدى الزوار بمشاركة العديد من الشباب من مختلف الفئات العمرية وعدد من مختلف القطاعات البيئية والسياحية والثقافية والجهات الداعمة. حملتنا اليوم بتركز على تنظيف منطقة البحر الميت. احنا شايفين انه بعد نهاية الاسبوع بتكون المنطقة كتير فيها اوساخ ونفايات، فاحنا بنحاول عن طريق سلسلة فنادق ماريوت انترناشونال انه نساعد بالمجتمع المحلي ونحافظ على نظافة المنطقة، لانه هاي المنطقة لنا كلنا واحنا لازم نحافظ عليها. كل واحد لازم يدير باله، ولازم تكون جزاء قائم من الدولة على كل واحد برمي نفايات في الطريق.